التمرين لاباس عليكم نتمنى تكون على خير وبخير ان شاء الله مرحبا بكم هذا النهار معايا فيديو جديد او فلوج جديد خارج المنزل خارج المطبخ ترى ما كاين لا غوسيت لا والو غادي نبارطاجي معكم هذه العشيه غادي نمشي ان شاء الله لواحد ريستوران غادي تكتشفوها معايا انا كنتسنى صاحبتي فخليكم معايا حتى الاخر اي فوالا البنات دابا حنايا وصلنا اون فاس لو ريستوران كيفما كتشوفوا معايا ريستوران اللي هي كبيره سميتها طاجينيي المهم داكشي كيديروا فيه صراحه 100% ماروكان بيفي ا فولونتي انتري بلس بلا بلس ديسير فنخليكم تكتشفوا معايا من الداخل كي دايره وميم طون تكتشفوا شكون اللي كيوجد فيها داكشي يلا خليكم فهنا كيف ما كتشوفوا معايا لا ديكوراسيون داكشي كلشي يعني مغربي صراحه الا جيتوا لها بحال كتحسوا صوركم في مراكش صوركم في المغرب صراحه رائعه بالنسبة للانتخي كتشوفوا معايا كاين زيتون كاينه تكتوكا زالوك خيزو مشرمل المهم داكشي مغربي ولكن البقولة اوسي لا سالاد ديال مطيشة كونكومبر ولي زونيون اللي معروفة وصافي داكشي المهم تسرب داكشي مغربي بالنسبه للبنات لو بلا راه ماما اللي تبارك الله اللي كتقدهم بيديها كاينه بسطيله كاين مشمش معسل الزبيب وسيما البصله معسلين الدجاج والزيتون اللي معروف بس كاين الخضره البرقوق والكرموس سي معسلين وهنا اللحم فبالنسبه للديسير كما كتشوفوا كيديروا داكشي يعني باتيسري اورينتال كونطو يعني مغربي فوالا البنات نتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيت زوين صراحه دوزنا ان بيل سواري انا وصاحبتي فنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو تهلاو في روسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله